بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة المباركون، أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى أيها المستمعون وأيها المتابعون معنا في هذا الكتاب الجديد، ونحن اليوم في هذه المقدمة الانترودكشن المقدمة سنقرأ كتابا جميلا معكم إن شاء الله، وهو كتاب النحو الواضح، وهو هذا الكتاب الذي ربما ترونه أمامكم الآن. وعلى كل حال، هذا الكتاب من أهم الكتب التي تعين طالب العلم على فهم لسان العرب أو فهم اللغة العربية بإذن الله. وهذا الكتاب اسمه النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، ونحن اليوم سنبدأ بالمجلد الأول، لأن هناك ثلاثة مجلدات بإذن الله. وسنبدأ بهذه المقدمة، فنقول لا بد لطالب العلم إذا أراد أن يستفيد من العلوم أن يعرف علوم العربية، أن يعرف النحو والصرف والبلاغة والبيان والبديع والمعاني. لا بد أن يعرف كل هذه الأمور، ويعرف الآداب وكل ما يتعلق بعلوم اللغة العربية. فإن معرفة اللغة هذه يعني مدخل من أجل أن يفهم الإنسان أي ثقافة يريد أن يعرفها. وفي اللغة العربية نحن نقول بأن فهم اللغة العربية هو الطريق الأوحد والأمثل والأفضل، بل هو الطريق الذي لا بد منه ولا غنى عنه أو عنها من أجل أن تفهم الكتاب، كتاب الله، القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم. وأيضا عن طريق اللغة العربية تستطيع أن تفهم السنة الصحيحة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا تستطيع إذا فهمت النحو واللغة العربية وهذه المعاني أن تفهم بصورة سهلة كلام العلماء، أي التراث الإسلامي، يعني ما قاله العلماء الأجلاء القدامى منهم والمعاصرون، وهذا يحتاج إليه كل طالب علم. ولذلك نحن بدأنا بالنحو. فعلماؤنا قديما كانوا يقولون بأن النحو في الطعام النحو في الكلام كالملح في الطعام، يعني طعام بدون ملح يعني لا يمكن أن يستساغ، أي لا يمكن يعني أن يؤكل. ولذلك أي كلام يعني يكون عاريا ويكون ليس فيه شيء من النحو فإنه يكون هكذا كلاما ساقطا، كلاما غير مستساغ، كلاما لا أحد يستطيع أن يستمع إليه، لأن فيه بكل تأكيد أخطاء كثيرة. ولذلك لا بد أن نتعلم هذه اللغة، وخاصة اللغة العربية. أيضا نقول بأن اللغة العربية مكانتها من بين اللغات معروفة عند القاصي والداني، بمعنى كل أحد يعرف مكانة اللغة العربية بين الألسن الأخرى أو اللغات الأخرى، وكذلك اللهجات الأخرى. نعم، نحن نعرف أن هنالك اللغة الإنجليزية هي من اللغات القوية في العالم، وهي لغة العصر، وهي لغة التقنية الحديثة وكل شيء. نعم، وأيضا الفرنسية وغيرها من اللغات العالمية المعروفة لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المشهورة المعروفة. نعم، ولكن اللغة العربية هي سيدة اللغات كلها، وهي أيضا ملكة جمالها. نعم، لماذا ملكة جمالها؟ يعني لو كانت هنالك مسابقة
فإن للغات فإن اللغة العربية ستكون هي الأولى، ستكون هي الأجمل، هي الأفضل. هذا ليس كلاما إنشائيا فقط، وليس كلاما خطابيا، وإنما هذا هو الذي قرره يعني العلماء المسلمون والعرب منهم، وحتى يعني علماء الغرب الذين ما شاء الله يعني الله جعلهم من المنصفين، يعني يقولون الحق ولو على أنفسهم. ولذلك نجد أن الله عز وجل جعل القرآن الكريم ينزل بهذا القرآن العظيم، فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا ولم يقل صينيا، لأنه لو كان الله ينظر إلى أكثر شعب في العالم لكان هذا القرآن يتنزل باللغة الصينية، فلم يقل إنا أنزلناه يعني لسانا صينيا، إنما قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ولم يقل إنا أنزلناه قرآنا إنجليزيا، لم يقل إنا أنزلناه قرآنا يعني فرنسيا أو نحو ذلك. فانتبهوا أيها الناس حتى تستفيدوا من لغة العرب، هذه لغة الله عز وجل هو الذي أعزها وجعلها أفضل اللغات، وجعلها لغة لكتابه العظيم، واختارها لسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال: أنا أفصح العرب ولا فخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد، هو أفصح العرب. نعم، ومع ذلك انظر كل هذا الكلام ما شاء الله. ولذلك العرب يعني أصحاب الفصاحة والبلاغة، لما نزل القرآن تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بهذا القرآن، فلم يستطيعوا كل القرآن، لم يستطيعوا، ولكن الله أراد أن يخفف عنهم، وهو يعلم أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أبدا أبدا الآباد ودهر الداهرين، يعني أبدا impossible، مستحيل أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله أو بعضه. فأعطاهم امتحان، فقال لهم: تعالوا بجميع القرآن، فلم ينجحوا، فقال لهم: بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور فقط، ركعتين، يعني دي سورة. نعم، لم يستطيعوا أيضا، فخفف الله عنهم أكثر، فطلب منهم أن يأتوا بماذا؟ طلب منهم أن يأتوا بسورة من مثل سورة واحدة فقط، فعجزوا سبحان الله، وحاولوا أن يأتوا ببعض الكلام. ودائما أقول هذا الكلام من المضحيات، من المضحكات والمبكيات في آن واحد، معنى كلام مضحك، يعني واحد يقول يعني: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، يحاول أن يقلد القرآن، يقلد القرآن، استغفر الله، يعني شيء عجيب. المهم الله عز وجل جعل هذا القرآن الكريم بلسان العرب، ولذلك نحن لا بد أن نحب هذه اللغة. وقد أخبرنا العلماء ابن تيمية وغيره من العلماء أن التحدث باللغة العربية أمر واجب، وهذا الأمر يعني شعار المؤمن، بمعنى أي مؤمن عليه أن يكون علامته أن يحب هذه اللغة العربية. وهكذا حتى لو كنت أي شيء، إذا كنت صينيا أو إنجليزيا أو أمريكيا أو سنغاليا أو إفريقيا، فعليك أن تتحدث بهذه اللغة الجميلة. والله هذه اللغة من أجمل اللغات، وكثير من الناس يظن أنها لغة صعبة، والله ليست بصعبة، ولكن تحتاج فقط والله أن نمر بمنهجية، بمعنى ميثودولوجي، منهجية طيبة وجيدة سهلة، نسهل للناس هذا العلم وهذا النحو وكل العلوم، ونتدرج معهم. لكن إذا بدأنا معهم بالأمور الصعبة والإعراب والتفاصيل الدقيقة وما إلى ذلك، فإنهم يخافون من هذا العلم ويتركون. ونحن طلابنا في الجامعات هكذا نفعل معهم، والحمد لله، ويعني ندخل وندرس طلابنا في المختبرات الطبية، في كلية الصيدلة، في
يعني كليات ليست لها علاقة باللغة العربية غالبا، ولكن عندما ندرسهم بتوفيق من الله بمنهجية سهلة هم يحبون هذه اللغة يعني منذ المحاضرة الأولى، والحمد لله رب العالمين. إذا هذه اللغة لغة جميلة، هي يعني هي أعلى اللغات، هي أثرى وأغنى اللغات، سواء في حروفها وفي كلماتها وفي يعني تراكيبها، يعني في كل المستويات، في كل المستويات أنت تجد أن اللغة العربية يعني أقوى من اللغات الأخرى. مثلا كلمة جمل أكثر من 500 كلمة، أوكي، أكثر من كلمة من يعني 500 سينونيمز. كلمة سيف أكثر من 500 سينونيمز، يعني كلمات كثيرة مثلها، وهي ونحن لا نعرف منها إلا ثلاثة وأربعة وخمسة، المجتهد فينا سبحان الله. ولذلك نسأل الله أن يوفقنا لفهم هذه اللغة التي تساعدنا على فهم التراث الإسلامي، وخاصة كتاب الله عز وجل، سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حتى غير المسلمين الذين لم يدخلوا في الإسلام، نحن نريدهم أن يعملوا اكتشاف، أن يكتشفوا هذه اللغة، نعم، أن يفهموها من أجل أن يقرأوا لهذا للإسلام، لأن ما يسمى بالتروريزم والإسلاموفوبيا وكلمات كثيرة، أعداء الإسلام والمسلمين هم الذين يصنعون مثل هذه الكلمات، ويتهمون من يسمى مثلا أحمد أو إسماعيل أو أيمن أو كذا أو فاطمة بأنه تيروريست. لا والله، لا والله، هؤلاء بعيدون جدا عن هذا الأمر. وأنت لا تسمع إلى الميديا أو وسائل الإعلام، لا تستمع مباشرة إليها، ولا تتابع السوشيال ميديا والشبكات التواصل الاجتماعي، لا تأخذ عنها فيها هذه الأخبار، فإن كل ما يأتي عبارة عن تهم للإسلام والمسلمين. هذا الدين دين جميل، كل من انتسب إلى هذا الدين فإن أخلاقه طيبة ورفيعة. وهذا القرآن كما قلت قبل قليل، كما قال الله عز وجل في الآية التاسعة من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فسر هذه الآية في 60 صفحة، سبحان الله، يبين كيف هدى الله في هذا القرآن العظيم للتي هي أقوم. أحبتي المستمعون لقناة يوتيوب للدكتور تشيرنو أحمد جالو وطلابه في بريطانيا وفي غيرها في الآفاق وفي العالم، نحن نقول هذا الكلام لنؤكد أكثر بأن هذا النحو وهذه اللغة العربية لا بد منها من أجل أن نفهم القرآن الكريم. لا أريد أن أدخل في نماذج كثيرة والأمثلة كثيرة جدا، وربما نجد يوما من الأيام فرصة فنعمل دورة تدريبية ونبين هذا بصورة خاصة. نعم، بعض أهل، ولكني أكتفي بمثال واحد، يعني بعض علماء اللغة يقول أنا أدخل المسجد، انظر، يقول أنا أدخل المسجد، فإذا دخلت المسجد وجدت الإمام قد كبر فأنا أكبر معه، فأكبر معه. قال: فإذا وجدته أو فإذا سمعته يلحن، أي إذا سمعته يخطئ في قراءة في القرآن حتى لو كان حرفا واحدا، قال: أخذت نعالي فمضيت. يعني إذا وجدت إماما يخطئ في القراءة في القرآن أنا لا أصلي معه، آخذ نعالي ولا أقول السلام عليكم هكذا وأخرج إلى مسجد آخر. سبحان الله، كانوا مستمسكين في هذه اللغة، كانوا يعرفون قيمتها. أيها الأحبة، إن شاء الله الآن ندخل مباشرة في دروس النحو، ودرسنا الأول اليوم إن شاء الله الجملة المفيدة.
الجملة المفيدة. نعم، والجملة المفيدة كما هو معروف للعربي وللأعاجم، يعني عندما نقول الجملة المفيدة يعني فهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن هناك جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. أيوة، إذا كان عندنا جملة مفيدة فهناك أيضا جملة غير مفيدة. الجملة غير المفيدة هي الكلمة التي لا تؤدي معنى يعني تاما، أو الجملة أو العفو شبه الجملة مثلا أو نحو ذلك، أو الكلمة الواحدة، هذا كله لا يسمى جملة مفيدة. وسنعرف ما معنى الجملة المفيدة، لا بد أن تكون يعني من كلمتين فأكثر. الجملة المفيدة، نقرأ القاعدة هنا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا الذي ألف هذا الكتاب هما الشيخان اللذان ألف هذا الكتاب، هما الشيخان الجليلان علي الجارم ومصطفى أمين، هؤلاء من علماء جمهورية مصر العربية، مصر العربية. وهؤلاء ما شاء الله هذا الكتاب يعني نفع الله به خلقا كثيرا. نعم، أول يعني أول درس الجملة المفيدة. أنا لو كنت أؤلف هذا الكتاب ربما لا أبدأ بالجملة المفيدة، يعني كنت سأبدأ ربما بالدرس الثاني ألا وهو أجزاء الجملة. نعم، لأن الذي يعني قبل أن أدرسك ما معنى الجملة، وهل الجملة وأنواع الجملة مفيدة وغير مفيدة، يعني لا بد أن أعلمك أولا أنواع الكلام في اللغة العربية، وهي الاسم والفعل والحرف. وبعد هذا، بعد هذه المقدمة، أنا آتي وأدرسك بعض الأشياء، ثم بعد ذلك أقول لك جملة مفيدة أو غير مفيدة. ولكن لا شك أن الشيخين الجليلين هنا بدأ بهذا الأمر لشيء ربما قد نعرفه نحن أو لا نعرفه، وهما علمان جليلان لا غبار عليهما البتة. نعم، فالمهم نبدأ بترتيب الكتاب. الجملة المفيدة ما معناها؟ نقرأ القاعدة. القاعدة تقول: التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة، ويسمى أيضا كلاما. التركيب بمعنى الجملة، أي تركيب وأي جملة يفيد فائدة تامة، يعني أنت تفهم الكلام مباشرة ولا تحتاج إلى كلام آخر، قال هذا يسمى جملة مفيدة. إذن التركيب الذي يفيد فائدة عامة، يعني التركيب المفيد هو التركيب المفيد. إذن نسمي الجملة المفيدة بالجملة المفيدة، ونسميها أيضا بالتركيب المفيد. أما التركيب غير المفيد فنسميه التركيب غير المفيد، وكذلك نسميه بالجملة غير المفيدة. نعم، فأي جملة غير مفيدة نسميها جملة غير مفيدة، وأي جملة مفيدة نسميها الجملة المفيدة، ونسميها أيضا التركيب المفيد أو التركيب غير المفيد. أظن بأن هذا واضح للناس. أيضا يقول في القاعدة الثانية رقم 2: الجملة المفيدة قد تتركب، قد تتركب يعني يمكن أن تكون متركبا أو متألفا من كلمتين، وقد تتركب من أكثر، أي من أكثر من كلمتين، يعني كلمتين، 3، 4، 10 مليون، المهم. نعم، الجملة المفيدة تبدأ بكلمتين فأكثر، كلمتين واضح، لكن أكثر يمكن أن تكون 3 إلى ما لا نهاية. فإن الجملة يعني المفيدة ليست العبرة فيها في الطول أو القصر، المشكلة ليست في الجملة أن تكون طويلة لتكون مفيدة، لا، هذا ليس شرطا. فإن الجملة قد تكون مفيدة يعني طويلة، ولكننا نجدها غير مفيدة أبدا، ولكننا قد نجد جملة من كلمتين فقط ونجد الجملة مفيدة تماما. سبحان الله، هكذا في اللغة العربية. مثلا
عندما أقول لك البستان جميل، هذه جملة مفيدة. لماذا؟ لأننا علمنا أن هذه الجملة، أن البستان تتصف بالجمال، يعني البستان، هذا البستان أي هذه الحديقة، هذا البستان ماذا، ماذا عن هذا البستان؟ جميل. إذا نحن عرفنا أن البستان ليس قبيحا، أي إنما جميل. إذا الفائدة كم جاءت. نعم، لكن لو قلنا البستان فقط فإن الجملة لا تكون مفيدة، ولو قلنا جميل فقط، جميل ماذا؟ لا تكون الجملة مفيدة. حتى نجمع الكلمتين، المبتدأ البستان والخبر جميل أيها الأحبة. أيضا نفس الشيء، إذا قلنا الشمس طالعة، نعم الشمس، الشمس طالعة بمعنى الشمس مبتدأ، وطالعة خبر. الشمس هنا فقط لا تؤدي فائدة تامة أبدا، ولو قلنا طالعة فقط أيضا لا تكون جملة مفيدة، ولكن عندما جمعنا بين الكلمتين أصبح لدينا ماذا؟ جملة مفيدة. نعم، لو لاحظت أن الجملة الأولى والجملة الثانية من كلمتين، ولكن الجملة الثالثة شم علي وردة، ثلاث كلمات، شم فعل، علي فاعل، وردة مفعول به، فهي جملة مفيدة من ثلاث كلمات. طيب، قطف محمد زهرة، أيضا ثلاث كلمات، قطف فعل، محمد هو الذي قطف، ماذا قطف؟ زهرة أي وردة مفعول به، هذه جملة مفيدة من ثلاث كلمات. نعم، المؤلفان يريدان أن يعطياك أمثلة، يعني من جمل مختلفة، بعضها من تتركب من جملتين، من كلمتين عفوا، وبعضها من ثلاث كلمات، وبعضها تتركب من أكثر من ذلك، من أربع. مثلا يعيش السمك في الماء، يعني أربع كلمات، الحرف كلمة. نعم، يكثر النخيل في مصر، أو يعيش السمك في بحر لندن مثلا، أي جملة. أيوة، هذه كلها جمل مفيدة ولله الحمد. ولكن إذا قلنا يكثر فقط، أو قلنا في مصر فقط، أو قلنا يعني في الماء فقط، هذا كله غير مفيد. نعم، أيضا يمكن أن نجد جملة مفيدة كما قلت لك، ولكن الجملة لا تكون مفيدة. مثلا إذا قلت الولد الصغير الذي كنت معه بالأمس وكان يصلي صلاة المغرب، وسألته عن اسمه ولكنه نقطة. أيوة، هذه يعني ربما سطرين أو أكثر، يعني فقرة، يعني باراجراف، مع ذلك طويلة جدا، فيها كلمات كثيرة جدا، صح؟ لكن هي جملة غير مفيدة. لماذا؟ لأنه ناقص الولد الذي هذا الكلام الطويل، سطرين، كل هذا الذي كان يفعل كذا وكذا وكذا، ما لم يتكلم المتكلم، لم يكمل الكلام، ولكنه وسكت. إذا هذه جملة غير مفيدة. نعم، إذا هذه هي الجملة المفيدة، وهي مهمة جدا معرفتها، لذلك الذي يفرق بين الجملة المفيدة يعرف كيف يتعامل مع الجمل، مع علامات الترقيم وإلى آخره، وهذا يساعده في فهم ما يريد أن يدرسه في أي مجال، سواء في يعني النحو أو الصرف أو الحديث أو القرآن أو يعني الطب أو الهندسة أو الكيمياء، المهم هي اللغة. نعم، إذا راجعنا ما قاله المؤلفان في البحث هنا في الكتاب، سنجد أن الذي ذكرناه يعني هو نفس الأشياء التي نجدها هنا. أريد أن أضيف سريعا فأقول، يعني الجملة المفيدة لا تكون من كلمة واحدة، تكون على الأقل من كلمتين فأكثر، ولكن عندنا كلمات، مثلا إذا قلنا قم، اجلس، تكلم،
هذه كلمة واحدة وهي مفيدة أيضا. أيوة، ونحن قلنا في القاعدة الكلمة الواحدة لا تكون جملة مفيدة، فكيف نبرر هذا الأمر؟ كيف نوضح للناس هذا الكلام؟ فنقول قم في الظاهر، في الظاهر أنها أنها كلمة واحدة، ولكن في الحقيقة قم كلمتان. الكلمة الأولى قم، وهي ظاهرة وأنت تراها بأم عينيك، أن تراها تلمسها وتعرفها، نعم. ولكن الكلمة الثانية ليست واضحة وليست ظاهرة، لكنها مقدرة، مقدرة بمعنى نقول ماذا؟ نقول قم أنت، ونقول اجلس أنت، ونقول نم أنت. فهذا مثل هذه الأفعال التي فعلا هي يعني فعل أمر وأفعال أمر، أي فعل أمر هو هي يعني هو جملة مفيدة، ولا بد، ولكن لا بد أن تعرف أن الكلمة الأولى هي ظاهرة وأما وملفوظة أي ننطقها، ولكن الكلمة الثانية هي غير ملفوظة أي غير منطوقة، لم نتكلم عنها ولكنها مفهومة للسامع. فإذا قلت لك قم، أنت هل تنتظرني حتى أقول لك أنت؟ لا، أنت تعرف أنني أتكلم معك. وإذا قلت لك اجلس كذلك، أي أنت. إذا قلت لك قومي أيضا تعرف كل هذا. نعم، إذا هذه جملة مفيدة، فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. لذلك ابن مالك في الألفية يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الله أكبر، ما معنى هذا الكلام؟ يقول كلامنا أي نحن أهل النحو لفظ، أي كلمة أو لفظ، أو قال لفظ مفيد، لابد أن يكون لفظا مفيدا. مثل ماذا؟ فضرب مثالا لقم، قم كلمة واحدة. طيب نحن قلنا لابد من كلمتين، لكن كاستقم، استقم هنا أي استقم أنت. ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا موضوع آخر. أي إذا أردت أن تعرف أنواع الكلم فهي الاسم والفعل والحرف. بهذا نكون ولله الحمد قد انتهينا من باب الجملة المفيدة، وعلينا أن نلاحظ وأن نقرأ هذه التمرينات الموجودة هنا في الكتاب لنقوم بها. اقرأ الأمثلة السابقة وإلى آخره، يعني هذا سنكتبه إن شاء الله. أرجو من المستمعين والمتابعين لقناتي أن يتكرموا بكتابة هذه التمرينات، وهي ستة تمرينات. لماذا؟ من أجل أن نتدرب على هذه الأشياء، لأنها مهمة جدا. نعم، مهما كان الزمن ضيقا فنحن نجتهد في أن نكمل هذه التدريبات أو التمرينات، لأنها مهمة للغاية وتساعد طالب العلم في ذلك إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول. بارك الله فيك وأحسن إليك ونفع بك، وإلى جديد الملتقى. ألتقيك في الدرس الثاني في محاضرتنا الثانية، وهو بعنوان أجزاء الجملة.